قوات الحوثي تنتصر في محافظة جنوبية وتكسر زحفا عسكريا واسعا لقوات التحالف. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. قناة نبأ الإخبارية، أخبار اليمن لحظة بلحظة. سعرت قوات التحالف اليوم من عملياتها العسكرية في الحرب التي تخوضها ضد قوات حكومة الإنقاذ في اليمن من خلال إشعالها مجددا لوتيرة المواجهات المسلحة في جبهات شمال غرب محافظة الضالع جنوب اليمن. وقالت مصادر محلية في محافظة الضالع أن قوات صنعاء خاضت فجر اليوم معارك شرسة ضد قوات التحالف تمكنت من خلالها من التصدي لزحف واسع نفذته قوات التحالف باتجاه قطاع غلب في منطقة الفاخر بجبهة قعطبة عبر ثلاث مسارات استمرت لمدة 6 ساعات دون إحراز أي تقدم. وبعد معارك شرسة سقط خلالها العشرات بين قتيل وجريح في صفوف الطرفين، أكدت المصادر نفسها أن قوات صنعاء تقدمت بعد عملية التصدي الناجح لقوات التحالف باتجاه مواقع قوات التحالف في منطقة بتار الجب. المصادر أشارت إلى أن التصعيد العسكري الجديد لقوات التحالف في جبهة قعطبة يأتي ضمن مخطط جديد للزحف صوب محافظة إب من الجهة الشرقية بالتزامن مع زحف مماثل صوب المحافظة من جهة الغربية عبر جبهات الساحل الغربي باتجاه منطقة جبل رأس ومفرق العدين. وأعلنت قوات صنعاء قبل قليل مصرع وجرح أكثر من 17 مسلحا من مجندي التحالف خلال عملية تصديها لزحف قوات التحالف في منطقة الفاخر.